قل له كفؤا أحد، كذلك الله ربي وربنا الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. صلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. حق زهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها، يا الله يا الله يا الله. خدا يا خدا وندا بار الله، بحق محمد وآل محمد. صاحبان اقتصاد عظمت نواس، میرا مالک، تمام مؤمنین مؤمنات دی گناہ معاف فرما، بالخصوص حاضرین دے گناہان صغیرہ کبیرہ معاف فرما. خدا یا آل محمد، عزت و عظمت دواسی، تمام مؤمنین دے حوائج شرعیہ پورے فرما، پریشان حال مؤمنین دی پریشانیاں دور فرما. آل محمد، عزت و عظمت دواسی، دشمنان تشیع کو نیست و نابود فرما، مملکت خدا داد ملک پاکستان دی حفاظت فرما. بارے آل محمد، عزت و عظمت دواسی، مسلمانوں نے اتفاق اور اتحاد نعمت مال مال فرما. میرا مالک، تعلیم بذات صدور آل محمد، عزت و عظمت دواسی، میرا مالک، حاضرین و غائبین دل جنیک حاجات رکھ دین، بحق سید الانبیاء و مستجاب فرما. بارے آل محمد، عزت و عظمت دواسی، اس نظر و نیاز ثواب، کلام مقدس ثواب، میرا مالک، چہردہ معصوم دی عظمت و عزت و رفعت و بلندی دا صدقہ، تمام مؤمنین مؤمنات دے ارواح نو ایصال فرما، بالخصوص و بالاخص میاں سید مدد علی شاہ دے روح نو ایصال فرما. بارے آل محمد، عزت و عظمت دواسی، انہاں دے گناہاں صغیرہ کبیرہ تے درگزر فرما، شفاعت اہل بیت نصیب فرما، جوار رحمت جگہ عطا فرما. بارے لا پسمندگان و صبر جمیل عطا فرما، اپنی ربوبیت و روحیت دواسی، میرا مالک، حاضرین دے مرحومین لواحقین دے گناہ معاف فرما. خدایا آل محمد، عزت و عظمت دواسی، تمام سادات و غیر سادات مرحومین دے درجات بلند فرما، جو بھی محبت اہل بیت دنیا تو چلے گئے، انہوں نے شفاعت اہل بیت نصیب فرما. بارے لا سڑے بہر میں آقا دے ظہوری تعجیل فرما، سنو سیرت اہل بیت چرن دی توفیق عطا فرما، واجبات دینی ادا کرن دی توفیق عطا فرما، محرمات اسلامیت بچن دی توفیق عطا فرما. میرا مالک، بیروزگار مومنوں رزق حلال کثیر عطا فرما، مسافرین دے سفر بے خطر فرما، بے اولاد مومنین نو صاحب اولاد فرما، مریض مومنین نو شفا کلی کامل عطا فرما. میرا مالک، گناہ گار ہیں بدکار ہیں، تیری رحمت بے بہائے رحمت واسطے دے صدقے سڑی التجا قبول و منظور فرما. بارے لا تعلیم بذات صدور حاضرین جو دل جو بھی حاجات رکھ دین، یا جنہ مومنین نے میں گناہ گار دے ذمہ دھوئی لین، بحق سید الانبیاء مستجاب فرما. بارے لا شر شیطان، شر عدیلہ، شر حاسدین، شر مخالفین، شر معاندین، تو محفوظ اور معمون فرما، گناہ گار دی التجا قبول و منظور فرما. اس نظر و نیاز نو کلام مقدس نو اپنے دربار عالی قبولیت عطا فرما. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل